السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شوني في إسبانيا. إن شاء الله اليوم بغيت نجاوب على واحد التساؤل الطلبة اللي حصلوا على فيزا الدراسة وغادي يلتحقوا بإسبانيا إن شاء الله. بغيت نعطي بعدك أولا واحد التوضيح على فيزا الدراسة باش كيعطيوها لك في القنصلية. شنو كيعطيوك؟ كيعطيوك باسابورتي ديالك لاصقة فيه، يعني مطبوعة فيه فيزا باغا ستوديا. ديك فيزا في حالة تشينغن، في حالة أي فيزا. الفرق الوحيد اللي نقدر نقول لك الفرق بينه وبين فيزا في إسبانيا هي كاين تحت واحد النية. إلا جيتي ركز مزيان في الباسابورتي، في ديك الفيزا اللي عطوها لك، تقرا تحت هتصيب واحد النية. ديك النية، ما معنى النية؟ هو هذا الرقم هدايا كي مكتوب هيدا ان، هذا ان اي او، هاد ثلاثة الحروف هادما الا ركزتي مزيان في ديك الفيزا اللي عطاوها لك غتصيب هاد ثلاثة الحروف هاداك، وغتصيب الرقم ديالك اللي عطاوه لك. باش تصيب واحد الحرف كيبدا بواحد الحرف وكيسالي بواحد الحرف، وبين داك الحروف ارقام. هذاك هو النية ديالك. هذاك النية يعني الرقم التعريفي ديالك، فحال نقولوا لا كارت ناسيونال في المغرب، هذاك هو الرقم التعريفي ديالك في اسبانيا. بارا اكسترانخيروس يعني الاجانب، تعتبر انت اجنبي ديك الساعة. على اي، هذيك الفيزا هي الفرق الوحيد، هذا النية اللي كيكون في القاع هو الفرق الوحيد بينه وبين فيزا تشينغن، وبينه وبين الفيزا اللي كتدخل بها اسبانيا ولا المانيا ولا اي دولة. هذيك الخاصية اللي كتميز بها هذيك الفيزا. على اي، منين كتشبر ديك الباسابورتي كتصيب باسابورتي ديالك الصفحة هنا، والصفحة الثانية فيها الفيزا لاصقة ومكسوف فيها هذيك النية. هذيك الفيزا شحال غتصيب فيها المدة؟ هذيك ماشي هي المدة ديال الإقامة ديالك. هذيك الفيزا اللي كيعطيوها لك، كيعطيوك فيزا باش تطلع بها من المغرب باش تدخل اسبانيا. هذيك عا الفيزا، يعني ماشي هي الإقامة، هادي خص يكون كلشي في خبارو. يعني هذيك عا فيزا كطلع بها اسبانيا. منين كتوصل اسبانيا ويجوز شهر من بعد الدخول ديالك اسبانيا بشهر، عندك الحق تبدا في الاجراءات باش تطلب هاد التاخيطة هادي، هاد البطاقة هادي. هالبطاقة هادي هي بطاقة، مخصنيش نبين الداتوس ديالي. هاد البطاقة هادي كيعطيوك فيها اكسترانخيرو استوديانتي، كيعطيوك فيها فوقي المعلومات ديالك. على اي، هاد البطاقة كيفاش كنبقاو نطلبوه؟ هاد البطاقة شنو كتخول لنا بعدك؟ هاد البطاقة هادي كتخول لنا انك يكون عندك الحق في البقاء في التراب الاسباني لمدة، على حسب المدة اللي الدراسة ديالك. نعطيك مثال، بحال مثلا هذيك البطاقة هذيك كتخول لك على انك يكون عندك، يعني انت بصفة قانونية باش تبقى في اسبانيا، اسمها تارخيتا بارا استانسيا، ماشي بارا ريسيدنسيا. هذه ماشي ريسيدنسيا، هذه استانسيا. كاين الفرق بين ريسيدنسيا وانستانسيا. استانسيا يعني البقاء، ريسيدنسيا يعني مقيم، تقيم. يعني فرق بين تارخيتا دا ريسيدنسيا، تارخيتا دا ريسيدنسيا هي البطاقة الإقامة اللي كتعطى للناس اللي مثلا ساكنة هنا بولادها وخدامة عندها الأوراق ومسائل ديالها رجل، كتما كيعطيوها لك. هنا تارخيتا دا استانسيا دا تارخيتا دا ريسيدنسيا، هادي كيكون فيها عندك الحق في العمل وعندك الحق في السكن، يعني انت مقيم في اسبانيا بشكل عام. وكتكون كاينه اللي دعام، كاينه 3 سنين، كاينه دعام، كاينه 3 سنين، كاينه 5 سنين. هادي كتكون على حسب الدراسه. اللي يهمنا في هذا الموضوع هو كيفاش نطلبوا هذه البطاقه. يعني الطالب منين يوصل لاسبانيا ويجوز شهر، خصو يعني اول حاجه يهتم بها هو يخرج هذه الورقه. على هذه الترخيطه، علاش؟ لان ديك الفيزا اللي كيعطيوها لك كيكون فيها عاد 3 شهور، يعني كيكون فيها 3 شهور. الا تسالت لك 3 شهور وانت ما دفعتيش هذه الترخيطه، راه غتبقى غير قانوني في البلاد، غتبقى في اسبانيا غير قانوني، لانك ما دفعتيش الترخيطه وما عارفينكش واش انت ستودينتي ولا لا. واخا غتقولي شنو عندي الحق نقدر نعمل كامل بديك الفيزا اللي تما؟ نقول لك ديك الفيزا كيتعاملوا معك على انك سائح ماشي على انك مقيم.
واخا عندك النية هذاك هو لافونتاج الواحد، النية ديك الرقم هذاك هو ذاك لافونتاج واحد اللي فرق بينك وبين الانسان اللي عنده الفيزا. ولكن الا بغيت مثلا نشري الطرخيطه مثلا التليفون باش ندخل كيف ندخل اسبانيا، حدي نوصل الخوزيرات النمره ديالي ما عاد بقاش خدام هذا المغرب، خصني نشري نمره جديده، غنشري نمره من شي شركه ومن بعد من نشري نمره الشركه يمكن لي نشريها بديك الباسابورتي وبديك الفيزا، يمكن لي نكري بها لان عندي النيه، يمكن لي نعمل بها بزاف د الحاجات، يمكن لي نشري مثلا بها طوموبيل، ممكن نشري بها نعمل كوينتا في البنك، نفتح حساب في البنك، ممكن نعمل بها بزاف داك الباسابورتي مع هذيك الفيزا، لان هذيك الفيزا فيها النيه ديالك. على اي كيفاش غنطلبوا هاد الترخيطه؟ من بعد ما يجوز لنا داك شهر، غنجوزو شهر كامل في اسبانيا، من بعد غنجوزو للمرحله الثانيه هي غنمشيو نجمعوا الوريقات ديالنا باش نمشيو ندفعوا لها الترخيطه. شنو اللوازم ديالها؟ اللوازم ديالها بسيطه، ما فيهاش شي تعقيدات. اول مره ملي كتدفع باش كيخرجوا لك البطاقه ما فيهاش شي تعقيدات مره. شنو فيها؟ فيها كتمشي كتمشي عند الاكسترا خاريه، كتشوف المنطقه اللي جيتي ليها. دابا مثلا انت طلعتي عطاوك الوراق بلي طلعت قرا في البروفينسيا مثلا اندلسيه، مثلا اندلسيه عاد مشي في اندلسيه مثلا شي مدينه مثلا عطاوك طلعت قرا في غرناطة، عمشي لغرناطة. راه منين كتدخل اسبانيا باش تقرا في شي منطقه خصك تمشي لديك المنطقه هي اللي مسؤوله على انها تخرج لك الورقه. ما كاينش شي موطع في اسبانيا كامله تخرج لك البطاقه الا المنطقه اللي جيتي من خلالها. يعني عندك في الوراق انت في مثلا غرناطة، غرناطة اكسترا خريات غرناطة هي اللي غتخرج لك الوراق. كنمشي لاكسترا خريات غرناطة، كتدخل كتسيب بوليسي في الباب، السيكوريتي في الباب كيقول لك شنو خصك، كتقول له خصني ندخل لاكسترا خريه. كيقول لك واخا نزل السوارات، عندك شي مفتاح، عندك شي ملف، عندك شي وراق، كلشي كتنزلو في الماكينه في السكانر، كتقوس في السكانر. من بعد منين كتقوس في السكانر كتقطع التيكي، كتجبد واحد التيكي الماكينه، كتجبر لنا الرقم ديالك، كتسنى الرقم ديالك، كوصل لك الرقم ديالك، كتصيب البيرو اللي عاد مشي ليلو، كتدخل للبيرو، كتجلس، كتصيب ديك السيده اللي خدامه في الاكسترا خاريه، كتقول لك شنو خصك، كتقول لها انا بغيت نعمل ندفع الترخيطه استانسيا بار استوديار، كتقول لها خصني ندفع بطاقه الدراسه ما عندي شي، وكتقول لك عطيني الباسابورتي ديالك، كتعطيها الباسابورتي، ديك الباسابورتي كيكون فيه ديك النيه، كطابي ديك النيه هي، كطابي الاسم ديالك، كطلع على واحد الورقه، كتامبريميها، كتقول لك الحساب ديالك يعني كاين عندك هنايا، يعني انت هنا خصك تعمل الترخيطه ديال استانسيا هنا في هاد اكسترا خيريه. الا ما كنتيش في ديك اكسترا خيريه تصيفطك اكسترا خيريه اخرى تقول لك لا انت جيتي مثلا مالاغا وانت ما تجي تدفع في مدريد، ما يمكنش سير من البروفينسيا الاكسترا خيريه اللي دخلاتك صافي. كتقول لك كتشوف لك كتقول لك انت معانا هنايا، كتامبريمي واحد المطبوع هي وكتقول لك عمر لي هذا الداتوس ديالك، كتعمرو بعد نوبات هي تقدر تعمرو لك. من بعد ملي كتعمرو كتقول لك فيرمي، كتفيرمي على ديك الورقه، كتقول لك صافي هاك هاد الورقه اخرى، كتعطيك واحد المطبوع كتقول لك هاك هاد المطبوع به مشي للبوليسيا ناسيونال. كنمشي عند البوليسيا ناسيونال، بوليسيا ناسيونال هما الشرطه الوطنيه ناسيونال، كاينه ناسيونال كاين لوكال، لوكال هي المحليه يعني الشرطه المحليه، كاينه الشرطه الوطنيه. كيقول هي كتصيفطك بوليسيا ناسيونال، كتمشي بوليسيا ناسيونال كتفي ديك الورقه اللي عطات عليك، كتدخل بوليسيا ناسيونال كتسيب المخزن واقف او كتجوز بنفس البروسيدير، عاود كتسيب السيكوريتي البوليس كيجوزوا لك شي عندك في الجيم، الا عندك شي فلوس جبدام، عندك شي وراق جبدام، عندك شي محفظه نزله، كتقوس السكانر نورمال عادي ما كاين حتى شي حاجه، كتقوس في السكانر. من بعد كتسيب بيرو تما كتشبر النوبه ديالك، كيقطع لك النوبه ديالك، كتشبر النوبه عتعطل شي حاجه، عاد جات اكسترا خيريه عامره، غتجلس فواحد القاعه تستنى يعيطوا لك ولا النمره على حسب اكسترا خيريه كيفاش عامله، يما النمره عندها السيستم النمره في بلاكات، يما يعيط لك بالاسم.
غتبقى تستنى تماك، تعطل شي حاجه، ممكن تجبد التليفون ديالك تبقى تلعب في التليفون ديالك، ممكن عندك شي كتاب تقراه، ممكن شي مجله، ممكن المهم غتعطل واحد شي حاجه، اوصل لك النوبه يقول لك دخل، عيدخلك عاد جلس معاه يقول لك عطيني الباسبور تاعك، عطيه الباسبور ديالك، عاد عطيه ديك الورقه، عيتشوفها عيعطيك واحد الورقه، يقول لك عمر شي ورق، عمر واحد الورقه ويقول لك سير خل عيعطيك هذه الورقه هذه، يقول لك سير خلص الطاسه، الطاسه هي واحد بحال نقولوا واحد التمبر، واحد التمبر عمشي تخلصو واحد المبلغ، واحد المونطو صغير، كيقول لك هاك هاد الورقه، هاد هزه وعاد مشي للبنكه، كيعطيك ديك الورقه، كتمشي لاقرب بنكه على حسب عندنا باش كيكون مثلا طالبين لك البنك اللي خصك تمشي ليلو، البنك اللي خصك تمشي ليلو على اي هادي، مشي لاي بنكه، مشي لاقرب بنكه ويقول لك فيرسيلو، يعني دخلنا هذا الحساب هذا، عاد كتعطيه مع الورقه داك البنكه فيرسيلو، انا كنت خلص 15 اورو و75 سنت، يعني هي طلعها تقدر تكون 17، تقدر تكون 15 مع 16، مو معها اذا ما وصلش ما وصلش 20 اورو على اي، كيقول لك سير خلص هذا الطاسه هذه، كتهز ديك الورقه اللي كيعطيها لك وكنمشي بها لاقرب بنكه، انا كنت مشيت كايشا، كايشا بنك مشهور، بنكه مشهوره في اسبانيا، على اي كنمشي لديك البنكه وكتعطيه مع ريسيبو، كتعطيه مع ديك ريسيبو وكتخلص ديك 15 اورو و76 سنت، كتعطيها لهم، منين كتعطيهم ديك المبلغ كي صافي كتبع لك هنايا في هذه الورقه، كتبع لك باللي صافي خالص بهذا الطابع، ملي كتبع بهذا الطابع كتشبر الورقه وكترجع عنده، لانه كيقول لك سير خلص ورجع، كتخلص كترجع كتبقى جالس تشبر النوبه، كتشبر النوبه، ملي كتشبر النوبه كيعيط لك كيقول لك دخول، كتدخل كيشبر داك الريسيفو، كيقول لك راه البصمه ديالك، كيهز لك البصمه ديال الصبع هذا وبصمه المهم 70 كاملين كيجوز عليهم، كيطبع لك البصمه ديالك، يهز لك البصمه تماك في البيرو في واحد الماكينه، دير البصمه ديالك، منين يدير لك البصمه ديالك كيعطيك واحد الورقه، ديك الورقه شنو فيها؟ فيها باللي انتينا عايخرج لك الترخيطه هذه، عاد خرج لك من بعد 40 يوم، كيعطيوك 40 يوم من المهله باش تخرج، يعني كيقول لك استنى 40 يوم ورجع مورا الترخيطه ديالك، كيعطيك واحد رونديفو كيقول لك 40 يوم رجع عندنا هنا، وديك الورقه اللي كيعطيها لك كيعطيك فيها باللي صافي عطاك باللي انت مقيم، يعني حتى الا تالت لك داك الباسبور تاع تالت لك ماشي مشكل، انت عندك بصفه قانونيه عندك الورقه ديالك، بها يمكنك تمشي للبنكه تفتح الحساب، بها يمكن تعمل بزاف الحاجه، تما هي كتنوب على بحال نقولوا في المغرب ملي كتدفع لاكارت ناسيونال كتستنى ديك، كيعطيوك واحد ريسيبو كيقول لك واحد التوصيل، ديك التوصيل يمكن لك يعني كينوب على لاكارت، على لاكارت حتى يخرج لك لاكارت واجي دير لاكارت ديالك، نفس الشكل نفس الشيء، كيعطيك ديك التوصيل كيبقى ديك التوصيل عندك كتحرك به في اسبانيا نورمال، ممكن تسافر بها تهبط به المغرب وطلع نورمال، تهبط به المغرب وطلع نورمال مجربه، من بعد منين كد كد يعني كتجوز داك 40 يوم كترجع عند البوليسيه، كتجوز 40 يوم بالضبط كتجي عند ديك البوليسيه ناسيونال، كتدخل عند البيرو تما كدوري هذاك الريسيفو د 40 يوم، كتشوف لك باللي جازت 40 يوم كتدخل لك دخول كتشبر نوبه، كيعيط لك يقول لك هكا لاكارت ديالك وجدك ياك البطاقه ديالك، كدي البطاقه ديالك كمشي فحالك، هذه هي الاجراءات بالتفصيل، كنشرح لكم داكشي بالشرح الممل باش نوع تصيب، يعني ما تصيبشي شي حاجه اخرى تفاجئك ولا ما توقعاشي ولا ما كنتيشي فاهمه، هذه هي الاجراءات اللي كتخول لك، من بعد كتخول لك تحصل على البطاقه، وهالبطاقه عندك الحق بها تدخل تروطوار اوروبيان، يعني طلع بها فرنسا مشي بها بلجيكا طلع بحالك الاتحاد الاوروبي كامل، تدخل الاتحاد الاوروبي كامل عندك الحق تدخل، ولكن ما عندكش الحق تبقى اختار من 3 شهور في شي دوله اخرى من غير ما في دولة أخرى من غير إسبانيا، يعني دخلتي فرنسا خصك تبقى فيها 3 شهور أقل، موصلتش 90 يوم خصك تخرج من فرنسا أو تدخل ليلة إلا بغيتي، جوز نهار في إسبانيا مثلا أو رجع نص من فرنسا، المهم هو أنك ما تبقاش في واحد المنطقة 90 يوم، هذا هي اللي كتخول لك البطاقة
وهي بها من خلالها ممكن تستافد من بزاف التخفيضات في الترين مثلا، دعم البروموشنات كاينين ضد الترونسبور مثلا كيعملوه، كاين بزاف مثلا بعض الحالات كتصي مثلا يخفضوا لك في الكار، ماشي في الكار تصيبوا يخفضوا لك من الكار، كاين اللي بغيتي يدعم مثلا بطاقه ديال الكار ولا بطاقه ديال الترامواي او كيرخصوا لك فيها كيطيحوا لك واحد النسبه لانك ستوديانتي. ف عندها بزاف لي زافونتاج، بالاضافه انها ممكن بها ملي كتحصل عليها عندك الحق تهبط للمغرب وتطلع وبزاف الحاجة. وان شاء الله في فيديو اخر الا بغيتو ان شاء الله نهضروا كيفاش تحافظ على البطاقه وما تضيعهاش. وما تنساوش خايل هشاكو معنا في القناه باش توصلوا بالجديد ديالنا، واي حاجه جديده ان شاء الله تكونوا يعني مطالعين عليها وتوصلوا بها في اقرب وقت. هادشي اللي كاين، ونتمنوا من الله يوفق الجميع ويوفق جميع الطلبه ويسدد الخطى ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله.